وصلت السيدة الأمريكية جلوريا وولكر وعائلتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي لمواصلة زيارتهم للمدن السياحية المصرية. وجدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولى ووضع برنامج سياحي لها.